إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأكمل الله له الدين وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحه اللآلي البهية، وكانت الدروس السابقة فيما يتعلق بتفسير الإيمان، ومنه الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان بإلهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم درج المؤلف عليه رحمة الله على الاستدلال على هذه المسائل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وكان الحديث فيما مضى عما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ومن هذه الصفات العظيمة الكريمة لله سبحانه وتعالى صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فإن ربنا تعرف إلى عباده بأن له عينين يبصر بهما، وجاءت هذه الصفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد المؤلف من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وأورد أيضاً من الأدلة على ذلك قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر. وأورد قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فذكر ثلاث آيات كريمات تثبت العينين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح وفقه الله: في هذه الآيات إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله عز وجل. وقد سبق أن الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول الكتاب إلى هذا الموضوع
وإلى ما بعده، وهي تبع لقوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. فذكر هنا من الأدلة على إثبات تلك الصفة قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله، إذ لا يصف الله عز وجل أحد أعلم به من نفسه، فالإيمان بها واجب، وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. لما أنكروا اسم الرحمن لله عز وجل وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، وهذا قول المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبينهم في صلح الحديبية اعترضوا على أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فهم أنكروا اسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة. وكل من أنكر صفة من صفات الله الثابتة فإنما يسلك مسلك المشركين. قال: ومن هذه الآيات ذكرت العين مفردة، مضافة إلى المفرد في قوله: ولتصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة، ضمير الجمع في قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه النون تسمى نون العظمة، وإن كان الله عز وجل يتحدث عن نفسه لكنه يعظم نفسه، ويسمى ضمير الجمع. فقال: وتجري بأعيننا، وهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة، والمراد بأهل السنة والجماعة هم أمة الإسلام. إذا قيل أهل السنة والجماعة فليس هما فرقة صغيرة، وإنما هم أمة الإسلام، وأصحاب الشذوذ هم فرق متفرقة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم أمة الإسلام، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، ثم تلاميذهم التابعون وأتباع التابعين، وبعدهم أئمة الإسلام، فهم جل الأمة، جل الأمة. وأما الفرق فهي من الشذوذ، الفرق التي خالفت فهي من الشذوذ،
وهم من أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يكن معروف عند السلف الصالح عند أهل السنة والجماعة، وهم يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ويلاحظ هنا أن الآيات فيها إضافة إثبات العين وإثبات الأعين، فمن أين قيل أن له عينين؟ ولماذا لم يقال إن له أعين كثيرة؟ هذا جاء في السنة، والسنة مفسرة ومبينة للقرآن، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه بين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم عندما يحذر أمته من المسيح الأعور الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب الإنسان وكذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم الأعور لمن فقد إحدى عينيه، فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. ولهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله عز وجل بدلالة الوضع اللغوي، من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. فيه في الهامش عندكم في رقم 2، وأظنه ليس من تعليق الشارح وإنما من تعليق من جمع دروس الشيخ لشرح هذه العقيدة، فإنه ذكر حديث: إن العبد إذا قام بالصلاة فإنه بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له الرب: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أي لا خير مني. وهذا الحديث لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وضعفه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والذين ضعفوا الحديث يصدقون بأن الله عز وجل له عينان، يعني وإن لم يصح هذا الحديث لكن الأدلة الأخرى صحيحة تشهد بذلك. قال: وإذا تبين ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله عز وجل بما يوافق بعضها بعضا، ففيها الإفراد في قوله:
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا الخطاب المراد به موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل ألقى عليه محبة، فكل من رآه أحبه، وخاصة أهل الإيمان، فهو رسول محبوب يحبه أهل الإيمان. ولذلك لما جيء به إلى بيت فرعون، وكان فرعون يقتل الذرية، ذرية بني إسرائيل، ومع هذا لما رآه هو وأهل بيته الجميع أحبه وتربى في بيت فرعون ولم يقتله، لأن الله جعل عليه محبة فأحبوه حبا شديدا، وبقي يتربى في بيت فرعون حتى من الله عز وجل عليه بالرسالة بعد ذلك، وجاء إلى فرعون بعد ذلك يدعوه إلى الإسلام. لكن هل بقيت محبة فرعون؟ لم تبقى. لما جاء بالإيمان فإن الكافرين لا يحبون المؤمنين، فتغير على موسى عليه السلام ورماه بالسحر حتى أذل الله فرعون وأغرقه. وبعض من الناس استشكل موضوع إضافة العين أنها عين واحدة، وهنا يرد عليهم الشارح بأن هذا الأسلوب يعني مذكور في القرآن ولا حرج فيه البتة، بل هو أسلوب فصيح، وكيف لا يكون فصيحا وهو كلام الله عز وجل. ولهذا قال: والإفراد لا ينافي التثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن، ومن المعلوم أن المفرد مضاف، وأن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، بل قد يدل على الكثرة وهو الغالب، كما في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهنا قال نعمة وقال لا تحصوها، فهي نعم كثيرة، فهي نعم كثيرة. ونعمة الله لم يرد بها هنا واحدة النعم، وإنما أراد الجنس، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكثرة. وهذا هو الغالب، وقد يفيد الوحدة، كما تقول: هذا كتاب فلان، يعني الكتاب واحد. لذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. وكذلك قوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا جمع فقال أعين، ثم أضافها إلى ضمير العظمة وهو الموافق للجمع، فقال بأعيننا، والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم، وعلى الثلاثة فيما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. والسنة فيها إثبات العينين لله عز وجل،
فكيف نفهم الجمع؟ قال مرت معنا قاعدة، وهي مرت معنا في مبحث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، في بحث يدي الله عز وجل، وتبين لنا أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو جمع صار جمعاً على الأفصح، كما قال عز وجل: والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق تقطع منه يد واحدة، والسارقة تقطع منها يد واحدة، وصار المجموع يدين، والله عز وجل فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يداهما. فلما جمع أو قال فلما جمع، الجواب لأنها أضيفت إلى ضمير تثنية، فأصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن هذا فيه الثقل، فصارت فاقطعوا أيديهما. وهذا هو الفصيح، اتضح ضرب المثل. كذلك قوله عز وجل، هذا مثل ثاني: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب، لأن الآية نزلت في عائشة وحفصة، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فصار لهما قلبان. وإذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله عز وجل هي على هذا الأصل. فقوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، فليس لله عز وجل أكثر من عينين، بل له عينان، وهذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. هو سمى اللسان العربي لسان عربي شريف لأنه نزل به القرآن، فهذا الذي شرف العربية أنه نزل بها كلام الله عز وجل، وأنها لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يريد أن يطعن في اللغة العربية ويحول بين الأجيال وبين تعليمها، أو يزاحم اللغة العربية بلغات أجنبية كثيرة، فإنما يضعف شان لغة القرآن، والأصل أن يعلى شان اللغة العربية وتعلم للأجيال. وكان السلف ينهون عن رطانة الأعاجم، لأن من تعمق في اللغة العربية تعمق في فهم الكتاب والسنة، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية والقرآن باللغة العربية. ولذلك رأينا أبناء الأعاجم الذين من الله عز وجل عليهم بالإسلام تعمقوا في العربية، حتى كان منهم مؤلفون، لأنهم يريدون أن يفهموا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس الاهتمام باللغة العربية
من جنس اهتمام أهل القومية، فإن القوميين العرب يهتمون باللغة العربية لكن لا يهتمون بها تعبداً وتقرباً إلى الله عز وجل، وإنما يهتمون بها من باب تعظيم الجنس العربي، من باب. ولذلك تجد بعض النصارى من نصارى العرب يحرصون على اللغة العربية وآدابها ويؤلفون فيها ونحو ذلك من باب الاعتداد بالجنس العربي وإعلاء، بل وبعضهم يثني على محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن به وإنما يراه عبقري من عباقرة العرب. يعني بعض النصارى الذين يؤلفون في القومية تجدهم يثنون على محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أنه عبقري من عباقرة العرب، فهم يعظمونه من هذه الزاوية وليس من باب تعظيم أنه نبي من الله عز وجل وأنه رسول وأنه معصوم ونحو ذلك. فلا بد أن نفرق بين منحى ومنحى. وأما الاهتمام باللغة العربية وآدابها من أجل حفظ القرآن وحفظ السنة فهذا من الدين لا شك فينا. وقال عن صفة العينين بأنها من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية مر معنا تعريف لها في صفة الوجه وفي صفة اليدين، فما هي الصفات الذاتية؟ ها؟ الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، هذا معنى الصفة الذاتية، لأنه لو انفكت عن الله صار نقص والله منزه عن النقص. فالصفة الذاتية صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين وما شاكلها من الصفات هي صفة كمال لله عز وجل، وهي صفة ذاتية. وهناك صفات فعلية وهي صفات كمال لله عز وجل ولكنها تحدث أحيانا، مثل صفة النزول إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، مثل صفة الغضب والانتقام، فهي تحدث عند وجود مقتضيها، وهي عند وجود مقتضيها كمال لله عز وجل، لكن لا يقال انها صفات ذاتية ملازمة لله دائما وابدا. وذكر ان معطلة الصفات ينفون صفة البصر لله عز وجل لأن الله يبصر بالعينين، ذكرها الله وتمدح بها لأنه يبصر بهما. ومعطلة الصفات قال كالمعتزلة فإنهم ينفون صفة البصر لله عز وجل وينفون صفة العين والعينين لله عز وجل، فعندهم أن الله ليس له عين وليس له بصر سبحانه وتعالى. والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله عز وجل، قالوا لدلالة العقل على ذلك. طبعا المعتزلة
يخالفونهم، يقولون العقل لا يدل على ذلك، فدل على أن الذين يحتجون بالعقل غير متفقين عليه، يحتجون بالعقل ويرونه حجة قاطعة ومع هذا هم غير متفقين عليه، فدل على أنه ليس بحجة قاطعة، ولو كان حجة قاطعة لما اختلفوا. أما صفة البصر لله عز وجل فإنهم يثبتونها، يقصد الأشاعرة. وأما أهل السنة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله وأثبتوا العينين لله عز وجل. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله عز وجل. أبو الحسن الأشعري هو الذي ينتسب إليه الأشاعرة، وهو قد مكث على مذهب الاعتزال فترة من الزمن ثم رجع عن الاعتزال وأعلن توبته وألف كتاب اسمه الإبانة، ورجع فيه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، ولماذا أتباعه لا يتابعونه على هذا الرجوع وهم ينتسبون إليه؟ لأن له مؤلفات أخرى ألفها قبل أن يصل إلى التوبة النهائية، مثل كتاب اللمع ونحو ذلك، فخلط فيها، فهم يعتبرون أن الإبانة ليس من كتبه الأخيرة، ويرون اللمع هو الآخر، آخر الكتب، وهذا ليس بصحيح، فإن كتاب الإبانة هو الأخير، وهو الذي تاب فيه وسار في مجمل ما كتب فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أثبت العينين في هذا الكتاب لله عز وجل. ولا شك أن في هذه المخالفة في هذا مخالفة لقول المعتزلة، وكذلك قول الكلابية، وكذلك قول الأشعرية أصحاب أبي الحسن الأشعري. هذه من جملة الفرق التي حصل عندها تأويل وحصل عندها مشكلات بسبب تأثرهم بالفلسفة، الفلسفة التي غزت الأمة الإسلامية في عهد المأمون، والتي نتج عنها القول بخلق القرآن، ونتج عنها انحرافات كثيرة لما ترجمت أثرت على عقائد الناس. ولذلك الذين تلقوا الوحي صافياً ما يعرفون هذه الخزعبلات، حتى استوردت هذه الكتب وترجمت وافتتن بها المأمون وهو من الخلفاء العباسيين، وأراد أن يفرضها بقوة السلطان، ولذلك حصلت الفتنة الكبيرة المشهورة، محنة الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء الذين امتحنوا ليقولوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. وأكثر ما أثر على المأمون رئيس القضاة في زمنه ابن أبي دؤاد، وهذا يدل أيضاً على خطورة أهل البدع إذا تسلطوا على سلاطين المسلمين، فإنهم يسببون لهم الانحراف. فحصلت الفتنة الكبيرة القول بخلق القرآن، واستمرت في زمن المأمون وفي
الخليفة الذي بعده المعتصم، واستمرت فترة، وقيل أن أول ما رجع خليفة العباسيين عنها عندما جاء له رجل على الفطرة وليس من العلماء وقال له: أحسن الله عزاءك في القرآن. فقال له: ماذا تقول؟ هل مات القرآن؟ قال: كل مخلوق يموت. قال: كل مخلوق يموت، أنتم تقولون أنه مخلوق، فإذا كان مخلوق فإنه سوف يموت. ولذلك انتبه لخطورة هذا القول ورفع المحنة عن المسلمين. وبقيت هذه الخزعبلات في هذه الكتب من كتب المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتوردية وغيرهم تنتشر وتعلم لأبناء المسلمين في كثير من المدارس، ويأخذونها بالتقليد. ولهذا فالمنهج الصحيح هو أن يرجع الناس إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، مثل أئمة المذاهب الأربعة ومثل أصحاب الكتب الستة، فإن هؤلاء نقلوا آثار الصحابة والتابعين واعتمدوا على الكتاب والسنة، فهذا هو المنهج الصواب، أن لا يرتبط الناس بهذه الكتب التي فيها انحراف في مسائل العقيدة، ولا بد أيضاً أن ننتبه أن المستشرقين هم الذين روجوا لهذه الفرق المنحرفة وسموهم أحرار الفكر، خاصة المعتزلة، لأن الغرب يعلي شان العقل ويعتمدون على ما يسمى العقل، ورأوا أن المعتزلة يفعلون ذلك فترجموا كتبهم وأعلوا شانهم وسموهم أحرار العقل. ولذلك بعض الذين يتلقون عن المستشرقين ينغرون بهذا ويتأثرون بذلك، وهذا فيما يسمى الآن بالعقلانية المعاصرة، فإن هذه العقلانية المعاصرة تعرض ما في الكتاب والسنة على عقولها القاصرة، فإن وافق ما عندهم ورأوا أنه يسير على العقل قالوا هذا صحيح، وإن خالف ما عندهم قالوا هذا لا يعقل. ولما والذين نزل عليهم الوحي ما عندهم عقول؟ هل أحد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعقل؟ هل قال أئمة الإسلام هذا لا يعقل؟ لم يحصل هذا البتة، وما جاءت هذه البدعة إلا متأخرة، وهي التي بسببها جاء إنكار صفات الله عز وجل. قال: فإذا تبين ذلك فقول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وذلك بدلالة السنة، لأن السنة تفسر أو مفسرة ومبينة للقرآن، وهذا أيضا فيه إشارة إلى ضلال من لا يلتفت إلى السنة. بعض الجهلة يقولون: نحن نعتمد على القرآن، والذي ليس في القرآن نحن لا نلتفت إليه، القرآن يكفينا.
وبعضهم يقول إذا كان الحديث من أحاديث الأحاد فإننا لا نقبله، وليس هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، فإن مسلك أهل السنة والجماعة يقبلون السنة إذا صح سندها، إذا صح سندها فهي مقبولة ويعتمدون عليها في الأحكام والعقائد، بخلاف الذين يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، وهي وحي، هي وحي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظه، وأما المعنى فإنه موحى إليه، ولذلك هي محفوظة. وإن طعن من طعن فإنه لا يضر إلا نفسه، فإنها محفوظة والحمد لله. ولذلك سخر الله من أئمة الإسلام من ميزوا بين الأحاديث وبينوا الصحيحة من الضعيف والصحيحة من الموضوع، حتى خلصوا السنة من هذه الشوائب التي أراد أن يلصقها بها الزنادقة وأصحاب الفرق المنحرفة. ونحن لو نظرنا إلى كثير من الأحكام لا نجدها في القرآن وهي مجمع عليها، يعني مثلا تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصلوات، تفاصيل كثيرة جدا كلها أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجمع عليها. ولو عزلنا السنة عن العمل بها لضاع علينا الدين، ضاع علينا الدين المجمع عليه. ولذلك المسلك الصحيح كان الصحابة يسألون بس صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما صح، إذا جاءهم خبر صحيح استسلموا لذلك. ولهذا لما يأتي شخص ويشهد عند الصحابة بحديث يقول سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقولون أعطنا معك 10 ولا 15 حتى يكون متواتر، ما حصل هذا البتة. انظروا إلى قصة عمر رضي الله عنه لما نزل مرض الطاعون في الشام، فإنه استشار الصحابة وما كانوا يعرفون في ذلك سنة، ثم جاءهم من الصحابة من قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا نزل بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه. ما قال له أنت واحد وهذا حديث أحاد، أعطني معك 10 أعطني 20، لم يقل له ذلك البتة. وما كان هذا يعني معروف عند السلف أنهم يطلبون أعداد كثيرة على الحديث، السبب في ذلك أنهم يعلمون أن الله عصم الصحابة من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم الأساس القاعدة. ولذلك الصحابة عدول في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو حصل من بعضهم خطأ لكنهم في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذبون عليه، عصمهم الله لنقل هذا الدين، فهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم البت إطلاقا. ولذلك العلماء الآن لما يتكلمون في الجرح والتعديل ويقولون فلان صدوق فلان ثقة فلان ثبت، إذا جاء عند الصحابة قالوا فلان صحابي خلاص، إذا قالوا صحابي يكفي، ما دام أنه صحابي وثبتت صحبته
فإنه مقبول الرواية. وجاءت أحاديث كثيرة جدا عن طريق الصحابة وهي أحاديث أحاد، فلو ردت هذه الأحاديث ضاع كثير من الدين ولم تنشر التفريق بين المتواتر والأحاد في العمل به ما كان موجود عند أهل السنة والجماعة البت. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء إلى الله أفراد، أرسل جرير، أرسل معاذ بن جبل، أرسل غيره، أبو عبيدة، يأتون إلى الناس ويبلغونهم دين الله بأكمله. ولو كان خبر الأحاد مردود ولا تقوم به حجة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرسل واحد، كان يرسل 10 ولا 15 مع بعضهم، وهذا لم يحصل. فدل على أن خبر الصادق مقبول، ولا يرد خبر الصادق إذا ثبت. فإن جاء حديث متواتر فهذا زيادة خير على خير، وإن لم يأتي وصح سنده فإن المسلم متعبد بهذا الحديث. وهذا الموضوع يعني ركزت عنده لسبب، وهو أن الذين ردوا الأسماء والصفات أكثرها يقولون هذا حديث أحد ولا يقبلونه، هذا الشبه عندهم، يقولون لا نقبل هذا في العقيدة لأنه خبر أحد. ومع هذا القرآن ما قبلوه، وإنما تأولوه وقالوا إنه يخالف عقولنا. فلننتبه هذه المسالك البدعية التي تتسلل على إلى بعض المسلمين. هو أشار إلى مسألة أنك تجد في بعض تفسير السلف للآيات، وهي مثل قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. انتبهوا لهذا، مهم جدا هذا. قال فإنه يقول بعضهم بمرأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ. ولذلك المنكرون لصفة العين يقولون انظروا السلف ما قالوا بأعيننا، قالوا تأولوا وذكروا برعاية وكلاءة وحفظ. وهذا لا يسمى تأويل البتة، هذا لا يسمى تأويل، وإنما هذا تفسير بالتضمن، لأن نظر الله عز وجل بعينيه المشار إليه في هذه الآيات يتضمن الحفظ والرعاية، يتضمن الحفظ والرعاية. ولهذا قال وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم ما يفهمون معنى اللغة العربية، يقولون تصنع على عيني، يعني يعتبرون على عيني، يقولون على العين مباشرة تجري بأعيننا، يقولون لو أخذنا الظاهر فإن السفينة تجري في عين الله، وهذا كلام ساقط البتة، هذا ليس هو الظاهر الذي يعرفه العرب، مو صحيح. ولهذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو صلى الله عليه وسلم في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين، أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا
يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالات، له دلالة بالمطابقة، ودلالة بالتضمن، ودلالة باللزوم. اللفظ كم له دلالة؟ ثلاث دلالات: دلالة بالتضمن، ودلالة بالمطابقة، ودلالة باللزوم. فهذا اللفظ بالمطابقة في إثبات صفة العين لله عز وجل، فاحتاجوا هنا إلى دلالة التضمن، فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون موسى عليه السلام، بمرأة، أي بمرأة وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله عز وجل، وذلك لأنه مضمون قوله عز وجل، مضمون قوله عز وجل بأعيننا، هذا في نوح عليه السلام، وهذا ليس من باب التأويل، انتبهوا، لأنه لو سلم شخص لهم بأن هذا من التأويل قالوا إذن التأويل مشروع، قال هذا ليس من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ، وقد قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم، ويظن الظان أن هذا من التأويل، وهذا غلط، فإن التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. قال إذا تبين هذا فإن قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك هو أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله، والصبر في اللغة هو الحبس، قتل فلان صبرا أي حبسا، صبر في فلان أو صبر فلان ماله أي حبسه واكتنزه. وأما في الشرع فالصبر هو حبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، يعني في خصوص أقدار الله المؤلمة. ويتضح من قوله عز وجل واصبر لحكم ربك أن الصبر أمر به، ومعنى ذلك أنه واجب، وهذا هو الصحيح، فإن من أهل العلم من قال إنه مستحب، وهذا غلط، والصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله أمر بالصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعاً. قال لحكم ربك، قال وسبقا قررنا أن الحكم نوعان: حكم كوني قدري، وحكم شرعي ديني. حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها، وأمر بالصبر على المصائب وعلى معاندة المشركين وابتلاء الله عز وجل نبيه بذلك، فيحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات
والصبر عن المعاصي. فإذا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة. فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على حكم الله الشرعي فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فجمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر على المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأيضاً مما رد بهم على الذين يقولون إن ظاهر النص تجري بأعيننا أنها وسط العين، قال: وهنا ذكرت الباء فقال بأعيننا، والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام، يعني فإنك دائماً بمرأى منا وببصرنا، يعني ليست الباء ظرفية هنا، وفي كلاءتنا ورعايتنا، وهذا من دلالة الباء اللفظية. أما في الآية الأخرى: ولتصنع على عيني، والمعنى على كلاءة مني ورعاية وحفظ. قال: فما الفرق بين الباء وعلى؟ يعني هذه مسألة لطيفة، لأنه ذكر في بأعيننا حرف الباء، وفي عيني قال على عيني، ولم يقل بعيني. والجواب: هذا تنويع لأجل دلالة الحال، فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل. قال الله عز وجل في منته على موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ففي قوله على يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء، وأن أطفال بني إسرائيل كان يستخفى بهم في السنين التي كان فرعون يقتلهم فيها. والله يمن على موسى بأنه صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء والظهور بشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعايته. وهذا هو التفريق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. قال: وأما قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير التي تربط بها أخشاب السفينة. معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله، وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته، فهو الذي حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات. فقوله عز وجل وحملناه، يعني حملنا نوحا على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة ذات الألواح والدسر، وهي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بها. ثم قال: تجري بأعيننا، يعني أن النصر سيكون له، وأن غير هذه السفينة سيكون هالكاً، لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها. وتفاسير السلف دائرة على أنها تجري بحفظ الله وكلاءته ورعايته، وهذا تفسير تضمن كما تقدم. وقال في الآية الأخيرة: وألقيت عليك محبة مني، يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله، لأن المؤمنين بالله يحبون الرسل، من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شاهدوهم ومن لم يشاهدوهم. فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون
وأتباعه يحبون كل أنبياء الله ورسله، مع أن نوحا هو أول الرسل. كذلك من بعده يونس وإبراهيم وعيسى عليهم السلام، وكذلك كل أتباع الرسل يؤمنون بجميع الرسل ويحبون جميع الرسل الذين بعثوا إليهم، كذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم، والمحبة عامة، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم قد كذبوا نوحا وحده لأنه أول الرسل، فسماهم الله مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحدا. فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا فقد تنقص جميع الرسل، لأن الله أوجب محبتهم وطاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم. ثم عقب، انتهينا من هذا السؤال، نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.